يعود سيف الإسلام القذافي إلى المشهد مرشحا لرئاسة ليبيا. فسيف الإسلام وهو ثاني أكبر أبناء القذافي قدم أوراق ترشحه في مكتب الإدارة الانتخابية بمدينة سبها جنوب غربي البلاد. الرجل المتواري عن الأنظار منذ نحو 10 سنوات ظهر مرتديا الزي التقليدي الليبي في ملمح يمكن وصفه بأنه ظهور له وهو في جلباب أبيه. خطوة نجل القذافي رآها متابعون بأنها تقلب من أوراق الانتخابات المنتظرة نهاية العام الحالي، وبأنها دوامة جديدة تبدأ أولى حلقاتها بالدوران مع طلب الادعاء العسكري من المفوضية وقف إجراءات ترشيح سيف الإسلام القذافي حتى امتثاله للتحقيق في عدد من القضايا. بداية قبل الوقوف على أبعاد هذه الخطوة، يضعنا سلطان القيسي في صورة السيرة السياسية لسيف الإسلام القذافي. إذن ينهي الجدل سيف الإسلام القذافي النجل الثاني للراحل معمر القذافي الذي حكم ليبيا لأكثر من 42 عاما، ويعبر بوضوح عن طموحه السياسي متقدما اليوم بأوراق ترشحه رسميا إلى المفوضية الليبية العليا للانتخابات. على الفور سارعت المحكمة الجنائية الدولية بالتذكير بالمذكرة التي كانت قد أصدرتها بحق سيف الإسلام القذافي قائلة إنها لا تزال سارية. إذن طارق، يبدو أن السيرة الجدلية لسيف الإسلام القذافي انعكست أيضا على مسألة ترشحه، تضارب للأنباء لفترة طويلة حول ترشحه من عدمه، ثم تأكيد من قبل المفوضية العليا الليبية للانتخابات بأنه ترشح فعلا، ثم الادعاء والمحكمة تذكر المفوضية بأنه ما زال مطلوبا وفي ذمته عدة قضايا ويجب أن يحاكم عليها قبل أن يرشح. سوف نستعرض الآن هذه السيرة الجدلية لنجل معمر القذافي سيف الإسلام. أكثر من 10 سنوات على انطلاق ثورة 17 من فبراير في ليبيا، دارت خلالها البلاد في دوائر الدم والفساد والعجز السياسي والاقتتال ومخاوف التقسيم المحتمل. في هذه الظروف ينشب الرئيس الليبي الذي قتل سابقا سيفه أو نجله سيف الإسلام القذافي في وجه المشهد، وذلك عبر إعلان الابن ترشحه للانتخابات. فمن هو سيف الإسلام؟ وأين كان؟ وكيف عاد؟ سيف الإسلام القذافي هو النجل الأنشط سياسيا للرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي، وقد ولد عام 1972 ويحمل شهادة الدكتوراه من كلية لندن للاقتصاد، وقد شغل في عهد أبيه رئاسة مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية، وهي جمعية اختصت بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وقد أطلقت مؤسسته عام 2006 حملة للإفراج عن معتقلين سياسيين، وقيل حينها إنه يقود تيارا إصلاحيا في ليبيا، فيما اتهمه آخرون بالانخراط في حملة تلميع ليكون خليفة مقبولا شعبيا لوالده لاحقا. كان ذلك طبعا قبل قيام الثورة الليبية وإسقاط القذافي الأب ومقتله. بعد قيام الثورة الليبية عام 2011 كان سيف الإسلام أكبر المدافعين عن نظام أبيه، وأكثر من انتقدوا الثوار وهددوهم ولاحقوهم حتى أنه وصفهم بالعملاء والخونة. وبعد سقوط نظام أبيه ومقتله كان سيف الإسلام آخر المعتقلين من عصبة أبناء العقيد على خلفية طلب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومعه رئيس الاستخبارات عبد الله السنوسي، وقد اعتقل في جنوب ليبيا مع 3 من مساعديه، وظهرت إصابة في يده قال إنها تعود إلى غارة لحلف الناتو. قضت محكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس في 28 تموز عام 2015 بإعدام رئيس مخابرات نظام القذافي عبد الله السنوسي ورئيس وزرائه البغدادي المحمودي ونجله سيف الإسلام القذافي رميا بالرصاص. وكانت هيئة المحكمة قد أصدرت حكما غيابيا على سيف الإسلام وأربعة متهمين آخرين
لم يلتزموا بحضور جلسات المرافعات السابقة، وكانت التهم التي وجهت إليهم تتضمن التحريض على إثارة حرب أهلية والإبادة الجماعية وإساءة استخدام السلطة وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين والإضرار بالمال العام وجلب مرتزقة لقمع ثورة 17 فبراير. في نيسان من عام 2016 أعلن محامي سيف الإسلام أن موكله خرج من السجن بعد 5 سنوات قضاها وراء القضبان، مستفيدا من قانون العفو العام الذي يطبق على كل الليبيين بحسب إفادته. واليوم أعلنت المفوضية العليا الليبية للانتخابات أن القذافي الابن استكمل جميع مسوغات ترشحه القانونية بعد أن قدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 24 من كانون الأول المقبل لمكتب الإدارة الانتخابية في سبها جنوبي البلاد. وما أن أطلقت المفوضية إعلانها حتى أكدت المحكمة الجنائية الدولية بأن مذكرة الاعتقال في حق القذافي الابن ما زالت سارية وسط مخاوف من عودة النظام الذي حكم ليبيا أكثر من 40 عاما حتى خلعه الليبيون بالصرخات والدماء. إذن طارق، هناك من يقول أن ترشح القذافي قد لا يعني فوزه، وهناك من يتخوف من أن تكون هذه مقدمة لعودة النظام الذي دفع الليبيون يعني الغالي والنفيس خلال 10 سنوات للتخلص منه. فبين هذه المخاوف وهذه الآمال تبقى كتاب القذافي مفتوحا. إذن كيف ستكون الانتقادات التي ستوجه لهذا الترشيح من دول إقليمية ودولية، خاصة مع هذه المذكرة الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية التي اقتصرت تعليقه على هذا الأمر على سيران هذه المذكرة دون التعليق على الشأن السياسي، وما ذكر أيضا عن قيام الادعاء العام في المحكمة العسكرية في كتاب وجه إلى المفوضية بوقف هذا الترشيح لحين مثوله أمام لجان التحقيق في عدد من القضايا المنسوبة إليه، إضافة إلى الجدل الذي يثار الآن على الساحة السياسية، وكيف هذا كيف يمكن لهذا الترشيح أن يخلط الأوراق في ليبيا. سلطان القيسي، أنا دائما أشكرك على كل هذه المعلومات والإيضاحات، شكرا جزيلا لك. الآن أرحب بضيفي من طرابلس محمود إسماعيل الباحث في الشؤون السياسية، كذلك أرحب بضيفي من القاهرة رمزي رميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي. أهلا بكما أستاذ محمود، سأبدأ معك من طرابلس. ما هي دلالات برأيك هذا الترشيح لسيف الإسلام القذافي وتأثيره على المشهد السياسي الليبي، وهي تقترب ليبيا من الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهايتها هذا العام؟ بداية يدل دلالة واضحة على مدى الضبابية في هذا المشهد ومدى أيضا إشكاليات التي ترد فيه يوميا. فهذه الشخصية هي شخصية كثير من الجدل حولها، وأيضا كما هي شخصية حفتر، نحن نتكلم على أنه ملاحق خارجيا من محكمة الجنايات الدولية ومطلوب القبض عليه، ومن ناحية محلية أيضا هناك قضايا، وهناك أيضا من مكتب المدعي العام مراسلات بعدم إعادة تسجيله أو إدراجه من قبل المتنافسين على الانتخابات. الليبيون إذا أرادوا استقرارا وأرادوا أيضا أن يكون هناك مضي في هذا الاستقرار، يجب أن تكون هذه الشخصيات الجدلية مبعدة إلى هذا العين. لا يمكن إلا الفصل من خلال المحاكم قالة واحدة، القول بأن لديه أحقية وهو مطلوب للمحاكم، أعتقد بأنه قول تعوزه الدقة، ومن زاوية ثانية هو لا يحقق الاستقرار، ومن زاوية ثالثة لماذا ذهب إلى سبها ولم يأتي إلى طرابلس إذا كان قد عفي عليه، ولم يأتي إلى بنغازي، هناك تخوف من بنغازي لأنه يسيطر عليها حفتر وهناك شقاق بينهما، وهناك تخوف من طرابلس لأنه مطلوب القبض عليه والمحاكم تنتظر هناك، أي أن الواقع العملي أنه ذهب على حين غرة
صحبة أكثر من 70 سيارة من فاغنر الروسية التي اتجهت به من منطقة الوسط الليبي إلى هناك من أجل التسجيل على عجل، ووجد دون أن يكون هناك إدراك لذلك. لكن هل يمكن المضي؟ أعتقد جازما بأنه من المستحيل أن يكون جزءا من المشهد السياسي. هي نوع من العربدة التي تزيد اكتنابا له، ولا يمكن أن تنتج شيئا للليبيين إلا مزيدا من التشظي والألم والانقسام. طيب سيد رمزي، كيف يمكن أن يكون ترشح سيف الإسلام القذافي اليوم لصالح الاستقرار في ليبيا، والجدل ثار عندما قدم الرجل أوراقه من المحكمة الجنائية الدولية وحتى في داخل ليبيا؟ البعض يرى أنه أن اسمه يجب أن يكون ضمن قوائم المطلوبين وليس ضمن قوائم المترشحين للانتخابات. أنقل عن عبد الرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق. أهلا بك أخي العزيز أستاذ طارق، وحي الله المملكة ملكا وشعبا وحكومة. دعني لو سمحت أستاذ طارق في دقائق معدودة، إننا نحن نخاطب المشاهد فيجب أن يكون الرأي والرأي الآخر. أكيد فضل. أنا أتحفظ كثيرا على التقرير الذي قدمتموه في بداية هذه الحلقة، وأتحفظ أكثر على ضيفك من طرابلس، وسوف أقول لك الأسباب. أولا، القذافي لم يعني يقتلعه أو يخلعه الشعب أو الأمة الليبية. القذافي والدولة الليبية أسقطت بفعل حلف الناتو 8 أشهر، وهذه حقيقة لا يستطيع أن ينكرها إلا جاحد أو جاهل. ليبيا 8 سنوات والناتو يقصف في مؤسسات الدولة إلى أن أسقط دولة اسمها ليبيا وليس نظام فقط. وبالتالي أخي العزيز، ما كان لمجموعة ممن يدعون أنهم ثوار أن يسقطوا نظام ودولة بحجم ليبيا. أيضا الذي حدث في ليبيا ليس ثورة في علم السياسة وعلم العلاقات الدولية. ما حدث هو انتفاضة وتمرد مسلح يعاقب عليه القانون الليبي بتآمر وتعاون من الخارج. وبالتالي أخي العزيز، فلاديمير بوتين أقر واعترف وقال لقد خدعنا بتمرير قرار ضرب ليبيا. أحمد أبو الغيط أقر واعترف أن جميع الدول العربية أخطأت بتمرير قرار ضرب طيب ليبيا. سيد رمزي، يعني هذا الأمر يحتاج ربما إلى حلقات وحلقات. نريد العودة إلى الوراء. الآن أتحدث عن ترشح سيف الإسلام. هي ليست عودة، هي تصحيح أخي العزيز، هي تصحيح هناك لو قد يشاهد لك أحدهم، لا أريد أن أدخل في تفريعات كثيرة، قد يشاهد لك أحدهم، لولا تدخل النيتي لأباد معمر قذافي الشعب الليبي. كانت ربما انتفاضة، كانت هناك احتجاجات، لكنها وجهت بقوة شديدة للغاية، ما أدى إلى تطور الأمور. لا أعيد العودة، أريد العودة إلى الوراء. الآن هذا الترشح فيه صالح استقرار ليبيا، أم أن الجدل سيرافق هذه الشخصية التي توصف بأنها جدلية؟ يعني دائما يذكر سيف الإسلام القذافي وهو يدافع عن النظام السابق يدين الثورة، واليوم بدأت إصابته واضحة في أصابعه عندما قدم أوراق ترشحه ووقع على بعض من الأوراق. تفضل أستاذ رمزي، لا أعيد العودة إلى الوراء من فضلك. أخي العزيز، ليست هناك في ليبيا شخصية يمكن الاتفاق عليها. ضيفك من طرابلس شخصية جدلية، أنا شخصية جدلية بالنسبة للبعض، معيتيك شخصية جدلية، المشير حفتر شخصية جدلية، ليست هناك شخصية متفق عليها. يجب على ضيفك من طرابلس أن يقر ويحترم القضاء الليبي. المجلس الأعلى للقضاء وهو أعلى سلطة قضائية في ليبيا أشارت وأقرت بقانون مجلس النواب الذي ينص على الانتخابات الرئاسية، وأصدرت قرارا بالطعون. المفوضية الوطنية الليبية مؤسسة سيادية لا ينبغي لأحد أن يشك في نزاهتها أو يزايد عليها. وبالتالي المفوضية الوطنية العليا هي من قبلت ترشح سيف الإسلام، والمجلس الأعلى للقضاء هو من أصدر قرار الطعون. إذا كنا نؤمن بصناديق الاقتراع وليس صناديق الذخيرة، فلنقبل بنتائج هذا التصويت ونقبل بإرادة الأمة الليبية، ولا نكون أوصياء على الأمة الليبية وعلى الليبيين. الليبيين أحرار في اختيار من يريدون، لا وصية على الأمة الليبية. السفير الأمريكي صرح وقال
الليبيين هم أدرى بمن يختارون. الخارجية طيب. الأمريكية قبل ساعات معدودة قالت الليبيين هم يختارون، نحن لا نزكي مرشح أو نختار مرشح، وبالتالي أي شخصية ليبية ينطبق عليها القانون تتقدم للترشح. سيف الإسلام قدم ملفه وقبل. نعم أخي العزيز. طيب إذا ضمن المسوغات القانونية لا جدل على ترشح سيف الإسلام القذافي. طيب أستاذ محمود، إذا كان سيف الإسلام قد استفاد من قانون عفو عام وفي إطار المصالحة الوطنية في ليبيا والتسامح، وكما قال ضيفي الكلمة في نهاية الموضوع للصندوق، وحتى عن موضوع سيف الإسلام، الرجل لم يكن يتولى في زمن والده أي منصب رسمي، بالعكس كان يقال بأن سيف الإسلام حاول إصلاح بين قوسين ما أفسده نظام والده، وهذا الكلام لرئيس المجلس الانتقالي السابق في ليبيا المستشار مصطفى عبد الجليل، فجرى التصدي له من الحرس القديم. يريد سيف القذافي إعادة صناعة الماضي في إطار الحاضر بأن لا يكون لليبيا مستقبل، وهو أمر مستحيل. هناك اتهامات بقضايا مثارة الآن، وهناك رسالة أرسلت إلى المفوضية مؤداها ضرورة التوقف على إمكانية تسجيل سيف القذافي، وهناك منع دولي وحظر محلي وشقاق داخلي وزيادة في الألم. لا يمكن القول بإمكانية سيف القذافي مطلوب للعدالة، فليمتثل القضاء، وإذا كان ذلك كذلك لا يمكن القول بأنه استفاد من عملية العفو العام. هذا كلام غير دقيق من الناحية القانونية، وأعتقد أن ضيفك ليس قانوني وأنا مختص قانونا، أقوله بأنه حقيقة مطلوب للعدالة، ولا يمكن إلا أن يزيد ليبيا شقاقا وألما ونزاعا. الليبيون ينتظرون انتخابات، نعم للانتخابات والذهاب إليها، لكن الشخصيات الجدلية عليها أن لا يكون لها وجود فيما يتعلق بهذا المشهد. إذا أريد لليبيا الاستقرار، وإذا كان ذلك كذلك المجتمع، وأنبه أيضا إلى أن ما أدلى به السفير الأمريكي يبدو أن أو الخارجية الأمريكية واضح في أنه ستكون محل إشكال في وجود سيف، لأنه مطالب به من قبل محكمة الجنايات الدولية، وهي أراسلت بنفس اللحظة أقرت بأن المذكرة التوقيف والقبض عليه. إذن يجب أن ننصاغ إلى ما يتعلق بالإجراءات القانونية، لا يمكن أن نبحث على شخصية جدلية. لكن يا أستاذ محمود، يعني منذ أن أصدرت على زمن أوكامبو مدعى من المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق القذافي الأب ثم سيف الإسلام، ليبيا رفضت أن تتعاطى مع هذا الموضوع وقالت إنها ستحاكمه على الأراضي الليبية بما يحفظ السيادة الوطنية. أنا أذكر ذلك جيدا. نعم، وهناك قضيتان حاليا مدروستان أو معروضتين أمام المحاكم، وهناك مطالبة رسمية من قبل المدعي العسكري العام بضرورة التحقيق فيه، وهناك مطالبات أخرى من قبل أسر ضحايا. إذا نحن نتكلم على حقيقة، ليس لا مغاربة في ضرورة أن يكون لسيف القذافي وقفة أخرى أمام المحاكم، ولا مجال لأن يتولى رئاسة ليبيا. لقد قضى على الليبيين 43 عاما عجافا، سببت المآسي والتصحر السياسي الذي نعانيه اليوم، وكان سبب رئيسي ولده. طيب. انتهى ولده ولا يمكن أن يعاد تجديده. لا. هذا الابن. طيب أستاذ رمزي، أين تكمن قوته الانتخابية؟ هل لديه برنامج واضح لقيادة ليبيا؟ أخي العزيز، دعني في لحظات أرد على ضيفك من طرابلس. لا، لم يتبقى لدي كثير من الوقت. فليرجع إلى نصوص قانون العقوبات. سيد رمزي، أستاذ رمزي، معلش أعذرني، لم يتبقى نصوص لدي نصوص قانون العقوبات. أخي العزيز، أنا أفهم لو سمحت. ما هو يا سيدي معك أنا، بس في عندي وقت محدد لحجوزات الأقمار الاصطناعية. باختصار لو تكرم، لديه قوة انتخابية؟ لديه برنامج واضح؟ نعم، لديه قوة انتخابية ولديه برنامج واضح، كما لدى كثيرين. بشاغة لديه قوة انتخابية، المشير حفتر لديه أيضا أتباع وأنصار. نحن لا نريد أن نزايد على الأمة الليبية. إذا كنا نؤمن بتجربة الصندوق ونؤمن ب50+1، فلنترك الليبيين يختاروا من يريدون في عملية ديمقراطية نزيهة شفافة. ولكن أود أن أقول لك أمرا مهما جدا، إذا كان سيف يحاكم بتهم محليا، فأنا أقول لك وبنصوص القانون الليبي، كل ما يعرف بثوار فبراير الذين رفعوا السلاح ضد الدولة وضد منشآت الدولة وتخابروا مع العدو وأيدوا العدو وسلموا أرشيف الدولة إلى دول
معادية، هؤلاء جميعا يحاكمون بتهمة الخيانة العظمى وبالإعدام، وبالتالي سوف نفتح المجال لكل من تآمر على الدولة، من يدعون أنهم ثوار فبراير بداية من مصطفى عبد الجليل وإلى هذه اللحظة من المسؤولين، أغلبهم تآمروا على الدولة، ولدينا أرشيف كامل لمحاكمتهم إن لم يصدر قانون عفو عام على الجميع، وبالتالي لا نزايد على وطنية أحد. أخي العزيز، أنا أشكرك. من القاهرة رمزي أرميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، من طرابلس محمود إسماعيل الباحث في الشؤون السياسية، شكرا جزيلا لكما.